أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن إجمالي مبالغ مقدمات الحجز لأراضي الإسكان الاجتماعي وصلت ل 2.6 مليار جنيه حتى الآن. لافت إلى أن عدد من قاموا بدفع مقدمات الحجز بلغ 10,105,353 مواطن. وأضافت المصادر أن إجمالي مبالغ كراسات الشروط بلغت 14 مليون جنيه، وذلك في أراضي الإسكان الاجتماعي فقط، بخلاف أراضي الإسكان المتميز والأراضي الأكثر تميزاً.